نبتعد كثيرا حيث تتواصل اليوم الثاني على التوالي فعاليات المعرض الدولي الثالث للتعليم العالي بالهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بمدينة نصر بالقاهرة. من هناك جرمين إبراهيم تأتينا على الهواء مباشرة لإطلاعنا على الجديد لديها. تفضلي جرمين. مرحبا بك أحمد، متابع معكم بالتحديد من داخل مبنى الصندوق الاجتماعي بأرض المعارض بمدينة نصر. فعاليات اليوم الثاني والأخير للمعرض الثالث للتعليم العالي بعد افتتاحه أمس بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي. هذا المعرض يقام بمشاركة أكثر من 30 جامعة ومعهدا، بيأتي أهميته بالتزامن أيضا مع يعني المرحلة الأولى من التنسيق لطلاب الثانوية العامة الذي سينتهي اليوم في تمام الساعة 7 مساء، وقبل أيضا بداية المرحلة الثانية للتنسيق بيتيح للطالب التعرف على أقسام الجامعات المصرية المختلفة وأيضا المعاهد، خاصة ما يقدم منها برامج مختلفة. وقد لا يعلم الكثير من الطلاب أنه هناك يعني جامعات ومعاهد حكومية تقوم بتقديم برامج محددة بالساعات بتتيح للطالب الحصول على شهادات في مجال التخصص. الحقيقة أيضا يمكن أهميته بتأتي بشكل خاص كأهمية تسويقية للمعاهد المختلفة، فبيستطيع الطالب من خلال زيارة الجناح الخاص بالمعهد والجامعة التعرف على الأقسام المختلفة، الموقع الجغرافي للمعهد أو الجامعة، الأقسام، المصروفات، التسهيلات. حتى يكون لحضور هذا المعرض أهمية مكتملة، يتعين زيارة هذا المعرض والتعرف على البرامج التي تقدم قبل التقدم للتنسيق، ولا يمكن أن يتقدم الطالب بالتنسيق لمرحلته التي هو جزء منها ثم بعد ذلك يأتي للتعرف على هذه البرامج؟ أي الخطوتين يتعين أن تأتي سابقا؟ بطبيعة الحال يجب على الطالب الالتزام بالمرحلة التي يعني محددة له من قبل التنسيق سواء في المرحلة الأولى أو الثانية. الحقيقة من خلال حواراتي التي أجريتها مع الطلاب منذ قليل وجدت عدد من الطلاب قاموا بتحديد الجامعة التي سيلتحقون بها في مثلا جامعة القاهرة، ولكن يأتوا إلى هنا من أجل التعرف على طبيعة الدراسة داخل هذه الكلية والأقسام المختلفة وأيضا ما يتعلق بالتنسيق الداخلي، خاصة أحمد أنه من خلال متابعتي من قبل في مكاتب التنسيق وخاصة مكتب الاستعلامات داخل جامعة القاهرة كانت الأسئلة بتأتي في إطار الأقسام داخل الكلية التنسيق الداخلي، فلذلك يستطيع الطالب حتى بعد ما قدم التنسيق أن يأتي إلى هنا من أجل تعرف معلومات عن الكلية التي سيلتحق بها ومعلومات أيضا عن التنسيق الداخلي. ومن لم يقدم وما زال ينتظر دوره في المرحلة الثانية يستطيع أن يأتي من أجل التعرف على المعاهد المختلفة والجامعات المختلفة التي تقوم بتقديم برامج، أو حتى الجامعات الطبيعية التي بها أقسام مختلفة يستطيع الطالب أن يلتحق بها. على سبيل المثال خلفي بيظهر في المشهد الجناح الخاص بجامعة عين شمس، وهو مقسم لعدد من الكليات، كل كلية أو كل عدد من الكليات هناك عدد من الموظفين يجلسون للإجابة على أي تساؤلات. هناك أيضا مطبوعات وكتيبات توزع على الطلاب لتعريفهم بالأقسام المختلفة. أيضا يمكن جامعة عين شمس بشكل خاص بتقدم عدد من البرامج التي تتيح للطالب الحصول على أكثر من شهادة. الشهادة الأولى بتكون من جامعة عين شمس، والشهادة الثانية بتكون من جامعات أجنبية في إطار التعاون المستمر بين جامعة عين شمس وعدد من الجامعات العالمية. فإذا الفرصة مفتوحة أمام الطلاب حتى الساعة 8 مساء اليوم، يأتوا هنا إلى أرض المعارض مبنى الصندوق الاجتماعي للتعرف على عدد من المعاهد والكليات المختلفة سواء قاموا بتقديم التنسيق أو لم يشاركوا في التنسيق بعد. أعود إليك أخيرا وباختصار جرمين لو سمحتي، حضور الجامعات الخاصة في هذا المعرض أيضا مكفول ومتاح، لاحظت تواجد من هذا النوع؟ نعم يعني أحمد، هناك مشاركة كبيرة للمعاهد والجامعات الخاصة إلى جانب الجامعات الحكومية. نعم، فبنرصد هنا يمكن عدد نعم. كبير من الجامعات الخاصة بتشارك بأجنحتها نعم. بتجيب على أسئلة الطلاب. شكرا جزيلا لك جرمين التي أجابت عن كل التساؤلات، أشكرك شكرا جزيلا على الهواء مباشرة منضمة إلينا من معرض التعليم العالي للعام الثالث على التوالي. شكرا جزيلا لك جرمين.